السيسي يستعرض مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية تدابير حماية الحدود وجهود القضاء على الإرهاب. دعوات جديدة لإضراب عام في العراق اليوم بالتزامن مع انتهاء مهلة تسمية رئيس الحكومة. ترامب ينتقد إرجاء تسليم لائحة مساءلته إلى مجلس الشيوخ ويحذر بيلوسي من خرق الدستور. التاسعة صباحاً السابع بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وأحكام السيطرة عليها. كما تناول الاجتماع آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وقد أشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي. أعلنت البحرية الليبية أنها أوقفت سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا. وأوضح الجيش الليبي في بيان له أنه تم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش والتحقق من حمولتها. وأضاف أن إيقاف السفينة تم قبالة ساحل درنا في الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية بين السراج وأردوغان، والتي وصفها البيان باتفاقية الخيانة. دعا ناشطون في العراق إلى الدخول في إضراب عام اليوم قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة. وحذر متظاهرون في ساحة التحرير القوى السياسية من عدم التوافق على شخصية مستقلة لتولي مسؤولية الحكومة المقبلة. كما دعوا إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم أمام المحاكم الجنائية. وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات للتظاهر من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي. وأكد المحتجون استمرار التجمع في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت وساحات التظاهر الأخرى للمطالبة بحكومة غير مرتبطة بالأحزاب السياسية وقادرة على مواجهة المنظومات الفاسدة. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقال في تجمع بفلوريدا إن عدم إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى الآن أمر غير عادل وينتهك الدستور. وأضاف ترامب أن بيلوسي تحاول توفير المزيد من النفوذ للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مبديا ثقته في أن جميع الجمهوريين متوحدين في مواجهة قضية العزل. بدأ الناخبون في كرواتيا التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحا، ويحق ل3,800,000 ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى كل 5 سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين رئاسيتين كحد أقصى. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.